أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء. طبعا النهاردة حلقة تكريم الطلاب المتفوقين اللي احنا بنستناها طبعا على رأس كل شهر. النهاردة هنكرم ما لا يقل عن حوالي 300 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية. وقبل ما ندخل في مراسم التكريم خلونا نرحب بزميلة والنجمة الإعلامية الجميلة أمل عبد الحميد. أهلا بك مستر أحمد. أهلا بك. مساء الخير لكل طلبة وطلاب الثانوية العامة الكرام. أحب أوجه الشكر لإدارة البرنامج وبشكر الإعلامي المتميز أحمد السعيد، وطبعا سعيدة جدا بوجودي مع كوكبة من أشهر نجوم التدريس في مصر. تمنياتي القلبية بالتوفيق دائما ليك يا مستر أحمد. شكرا ليك وأهلا بك في حلقتنا. طبعا بنشكر الإعلامية الجميلة ضيف شرف هذه الحلقة الأستاذة أمل عبد الحميد. تحياتي. وإحنا يعتبر الحلقة بتاعتنا عبارة عن ثلاث فقرات. اوكي، الفقره الاولى هتكون عباره عن تكريم اشطر طالب عند كل مدرس، بتوع المدرسين الافاضل اللي هم مش موجودين معنا في الحلقه، اللي هم مقدمي البرامج التعليميه على مستوى المحافظات. الفقره الثانيه هتبقى عباره عن تكريم المدرسين الافاضل اللي هم يكونوا معنا بالفعل في الاستوديو، هيكرموا طلابهم بنفسهم. الفقره الثالثه والاخيره هتبقى عباره عن سحب عشوائي على بعض الجوائز الماليه القيمه. هنبدا مع بعض الفقره الاولى وهي تحت عنوان أشطر طالب، ومعانا مجموعة من المدرسين ما لا يقل عن حوالي 30 مدرس من مختلف المحافظات جمهورية مصر العربية من مقدمي البرامج التعليمية. يتشرف مستر علاء عادل أستاذ اللغة الإنجليزية أن يكرم الطالب أحمد تامر الحنفي. يتشرف مستر محمد البكري أستاذ اللغة العربية أن يكرم الطالب محمد أشرف محمد صلاح. يتشرف مستر نور الشيمي أستاذ الأحياء أن يكرم الطالبة زينب مصطفى علي مصطفى. يتشرف مسيو سعد منيسي أستاذ اللغة الفرنسية أن يكرم الطالب أنس خالد غازي. يتشرف مسيو أحمد الفقي أستاذ اللغة الفرنسية أن يكرم الطالبة فيولا سام يوسف. يتشرف مستر عمرو بدوي أستاذ اللغة الإنجليزية أن يكرم الطالبة رنا وليد حسين شاكر. ومعانا أيضا في التكريمات يتشرف مستر محمد عطية أستاذ اللغة العربية أن يكرم الطالبة شازة أحمد طه. يتشرف مستر هاني مصطفى أستاذ الجغرافيا أن يكرم الطالبة إيمان عادل كساب. يتشرف مستر محمود جلال أستاذ الكيمياء أن يكرم الطالب أنور علي محمد عبد العاطي. يتشرف مستر وائل توفيق أستاذ التاريخ أن يكرم الطالبة لمياء حسن عبد الحليم. يتشرف مستر أحمد المهدي أستاذ التاريخ أن يكرم الطالبة منى حافظ عطية عبد المنعم. وأخيرا يتشرف مستر هاني الزهار أستاذ الكيمياء أن يكرم الطالب أسامة الدسوقي عبد ربه. نستكمل التكريمات بتاعت الأساتذة الأفاضل اللي معانا من مختلف المحافظات مع الأستاذة أمل عبد الحميد. اتفضلي يا فندم. نبدأ التكريم. يتشرف مستر سيد عزيز أستاذ اللغة العربية أن يكرم الطالبة ندى وائل فهيم. يتشرف مستر محمود البياسي أستاذ التاريخ أن يكرم الطالبة مريم أحمد راغب. يتشرف مستر عبد الحميد الجندي أستاذ اللغة الإنجليزية أن يكرم الطالب إبراهيم يسري عبد الله عبد الفتاح. يتشرف مستر محمد عبده أستاذ التاريخ أن يكرم الطالبة مايا هاني وحيد. يتشرف مسيو محمد رجب أستاذ اللغة الفرنسية أن يكرم الطالب مصطفى زين العابدين. يتشرف مستر إيهاب وهدان أستاذ اللغة الإنجليزية أن يكرم الطالب يوسف عمرو حمزة. يتشرف مستر وائل مصباح أستاذ اللغة الإنجليزية أن يكرم الطالبة مبروكة شادو رشاد. يتشرف مستر أحمد السعيد أستاذ اللغة الإنجليزية أن يكرم الطالبة يمنى وليد عبد الرؤوف. يتشرف مستر عبد الرحيم جاويش أستاذ اللغة الإنجليزية أن يكرم الطالب محمود إبراهيم شوقي. يتشرف مستر عادل
صابر أستاذ اللغة الإنجليزية أن يكرم الطالبة حسناء سلامة الجبالي. وأخيرا يتشرف ميسيو عبد الفتاح شاكر أستاذ اللغة الإنجليزية أن يكرم الطالب زياد محمد بصير. دي كانت مجموعة من الطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية لدى مقدمي البرامج التعليمية على مستوى الجمهورية في برنامج مدرس على الهواء. هنبدأ دلوقتي الفقرة الثانية بتاعتنا وهي تقديم المدرسين الأفضل اللي معانا في الاستوديو، وهنبدأ بمستر محمد البساطي. هو كان المفروض يبقى موجود معانا في الحلقة بس هو اعتذر لظرف طارئ، فهنبدأ نكرم الطلبة بتاعته بالنيابة عنه. طلاب مستر محمد البساطي أستاذ الفيزياء، الطالبة حلا حسين خليفة، الطالب محمد أمير جلو، الطالبة ملك محمد جابر صيام، الطالبة شيماء رضا البساطي، الطالب محمد حمدي رجب، الطالبة شهد سماحة زهران، الطالبة سارة وفا رفاعي، الطالبة بنان السيد بعرنجة، الطالبة أماني محمد الحداد، الطالبة براء محمد علي الفار، الطالبة مريم ولاء شوقي، الطالبة هنا هاني السبيعي، الطالبة مناي محمد عبد الهادي، الطالبة ملك إسماعيل حافظ البي، الطالب أحمد إبراهيم مسعد، الطالب إبراهيم فوزي السنهوري، الطالب مناي خالد سويدان، الطالب فارس علي عبد الرازق، الطالب يوسف حسام حجازي، الطالبة مروة محمد كشكوشة، الطالبة حنين إكرامي سكوت، الطالبة سما وليد الدويك، الطالبة سما سامي الطبجي، الطالبة شمس محمد عبد العاطي، الطالبة رحمة غالي ديف الله، الطالبة دعاء عماد مهران، الطالبة هاجر السيد الفار، وأخيرا الطالبة جنة طارق شحاتة. دي كانت طلبة مستر محمد البساطي المتفوقين. بنقول لهم ألف مليون مبروك وبالتوفيق دايما يا رب، وإن شاء الله ربنا يوفقكم في امتحانات آخر العام. وطبعا كان المفروض برضو يبقى موجود معنا في الحلقة دكتورة ديانا نصر أستاذة الجغرافيا والتاريخ الكبيرة، ولكن هي دلوقتي موجودة في الأراضي المقدسة في السعودية بتعمل عمرة. إن شاء الله نتمنى أن هي ترجع بالسلامة، وبنطلب منك تنسناش بالدعاء كلنا يعني احنا والاستاف وزمايلي كلهم يعني. نبدأ دلوقتي تكريم المدرسين الأفاضل اللي معنا في الاستوديو، ونبدأ مع مستر نبيل بكير. اتفضل يا مستر نبيل. صباح الجمال، الصحة والجمال. صباح الجمال على أحلى إعلامي في مصر، رائع التعليم مستر أحمد السعيد، وأحلى مقدمة البرنامج مس أمل، منورين. بصبح على طلابي الأول، جميع طلاب الثانوية العامة. نعرفكم إحنا دايماً سبورتر ليك، دايماً باك بون، عمودك الفقري. أنتوا تويلرز، معافرين، بس عايزين معافرة أكتر من كده شوية. نبدأ بتكريم الطلاب الصف الثاني الثانوي، بعض منهم يعني اللي هم المتميزين قوي. على رأسهم طبعا إسراء عماد، هانا عاطف إبراهيم، أروان خالد، يوسف سيد، جويس جرجس، يوانا سامح، يوسف سيد. دول بعض الطلبة اللي هم متميزين في الصف الثاني الثانوي. الصف الثالث الثانوي على رأسهم طبعا عمر محمد زي معادتك، محمد سيد، يوسف فتحي، إستر سمير، أمان يحيى، عمر أحمد حلمي، نور مهران، مصطفى محمد، مينا هاني، خالد محمد، جانا أشرف، سما أسامة، مريم علي. عايزين مزيد بالجهود. نشكر مستر أحمد السعيد ومتأمل بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. ألف مليون مبروك لكل طلابك مستر نبيل. الله يخليك يا مستر. والآن مع تكريم طلاب مستر خالد عبد الهادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. دايما نوجه الشكر لمستر أحمد سعيد رائد التعليم الإعلامي في مصر ومس أمل وكل طاقم الكرو اللي شغال في قناة السياحة والجمال، نقول لهم متشكرين على ان انتم دايما بتحاولوا ان انتم ترفعوا من قيمة التعليم في مصر وبتشجعوا دايما الطلاب المتفوقين. النهاردة كمان طبعا بنقول لطلابنا احنا بنكرم الناس المتفوقين فيكم، ودي مش معناها ان انتوا بس كده، لا احنا بنقول اللي احنا مش هنقدر نقول اسمائهم النهاردة، انه ان شاء الله المرة الجاية تكونوا معنا وتكونوا من المتفوقين بإذن الله في الترم الثاني. وبنقول للناس المتفوقين دايما try to be always the first and you have got to do that all the time. بسم الله الرحمن الرحيم، كده نبدأ بتكريم طلاب الصف الثالث الثانوي. رحاب حمدي محمد، سندس عماد شعبان، كريم أشرف محمد، أسماء عادل، بسنت محمد حسن، مريم محمد أبو الفتوح، دنيا أحمد رضا، شهد عمرو صلاح، محمود حامد محمد، عمر أحمد علي، سما رؤوف صبحي. طلاب الصف الثاني الثانوي: هدى حاتم عبد العال، أحمد محمد عبد الباسط، روان وائل سلطان، جمال سعيد جمال، فاطمة وائل أسامة، يوسف أحمد عبد الجواد، محمد أبو بكر طبوشة، مروان أحمد محمد، علي هادي علي، عبد المنعم أحمد عبد المنعم، جانا ربيع محمد، وملك عبد العاطي الشحات، ومحمد علي عثمان، وهمس خالد عبد العزيز، وعلي هاني أبو العباس، عبد الله إبراهيم خليل، زياد خليل إبراهيم، سلمى إيهاب إبراهيم، وزياد هيثم عبد الرازق، وأخيرا طلاب الصف الأول الثانوي المتفوقين: ملك مصطفى محمد، ملك محمد سيد، شروق سيد سعيد، محمد أحمد عبد القادر، محمد وائل حجاج، محمود سعيد أحمد، حبيبة إبراهيم سيد، حلا شادي شوقي، أحمد أيمن محمد، وأخيرا زياد ياسر بهنسي. كل الشكر والتقدير لطلابنا المتفوقين، كل الشكر والتقدير لمستر أحمد السعيد وقناة الصحة والجمال، شكرين شكرا جزيلا. بالتوفيق إن شاء الله. شكرك مستر خالد، وألف مليون مبروك لكل طلابك المتفوقين. والآن مع تكريم طلاب مستر رمضان التركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر خاص لمستر أحمد السعيد مس أمل، وبنشكره جدا على وبنشكر طبعا إدارة القناة إن هي طبعا بتدي لنا الفرصة إن احنا نكرم طلابنا المتفوقين على منبرها الإعلامي. إن شاء الله كده نبدأ بطلاب تالتة ثانوي. احنا عندنا طبعا الطالب المتميز قوي الطالب عمرو سيد، أنا بشكره طبعا على مجهوده. ولد من الناس الراقية جدا والناس اللي بتتعب قوي في الشغل، وإن شاء الله ربنا يوفقه وإن شاء الله يخش الكلية اللي هو بيحبها. الطالبة سراء أحمد، الطالبة أميرة السمان، الطالب محمد ماجد، الطالب مازن التركي، الطالب عبد الرحمن عمرو، الطالب محمد الطيب، الطالب عبد الرحمن محمد، الطالب يوسف محمد أحمد، الطالب محمد أسامة وده ولد متميز جدا ومجتهد قوي، الطالبة يارا ممدوح محمد، الطالب محمد سراج، الطالبة ألاء ممدوح، الطالبة ملك مدحت، الطالبة شازا بشير، الطالبة ملك محمد عبد الرحمن، الطالبة ميادة حسن، الطالبة رواء رجائي، الطالبة ملك أحمد، الطالبة رؤى وسام، الطالبة ريهام محسن، الطالب يوسف أحمد محمد حسن، الطالبة روان محمد، الطالبة مريم محمد حسن، الطالب سيف الدين محمد. وطبعا أنا من هذا المنبر الإعلامي بقول للطلبة اجتهدوا ربنا يوفقكم إن شاء الله،
ونتمنى التوفيق، وبشكر الناس اللي اجتهدت والناس اللي تعبت معانا في الترم الاول، وان شاء الله موفقين في الترم الثاني. شكرا مستر احمد، شكرا مستر امل، نشكر قناه الصح والجمال على دعمها ليا دايما. شكرا، اشكرك مستر رمضان، والف مليون مبروك لكل طلابك الاعزاء. والان مع تكريم طلاب مستر محمد سيد، تفضل. شكرا جزيلا مستر احمد سعيد الرائد المتميز، وميس امل ضيفتنا العسوله، ربنا يبارك لك. تحياتي. اشكر جميع الكاست طبعا اللغه الانجليزيه الموجودين معنا والناس اللي مش موجودين. احب اكرم طبعا اولا واخيرا الطالبه مريم سيد محمود محمد، وهي تعتبر الطالبه المتميزه عندي، وكل الطلاب ان شاء الله متميزين. اكرم الطالب ابراهيم عماد، الطالبه رحمه ايمن، الطالبه هاجر قاسم، الطالب عمر محمد، الطالبة سهيلة صلاح سيد، الطالب حاتم عبد الوهاب محمد، الطالب يونس أحمد عبدو، الطالبة هند حسن غرباوي، الطالبة ولاء ربيع عبد الفتاح، وهي من الطلبة المتميزين عندي في تانية ثانوي، الطالبة فاطمة محمد سيد، الطالب يوسف عبد الفتاح حسنين، الطالبة ندى أحمد محمود عزب، الطالبة ندى نادي، الطالب ضياء عادل محمد، الطالب محمد علاء كامل، الطالبة صفاء محمد، الطالب عبد الرحمن محمد سيد، الطالب محمد عادل محمد، الطالب يوسف مصطفى سيد. شكرا جزيلا، ونشد حيلنا يا اولاد، وان شاء الله في الترم الثاني do your best to be the best with Mr. احمد سعيد and our staff. Thank you. شكرا مستر محمد، والف مليون مبروك لكل طلابك المتفوقين. والان مع تكريم طلاب دكتور خالد ليالي. اشكر اداره البرنامج المتميز والنجم الاعلامي احمد بالسعيد والاعلاميه المتالقه الاستاذه الاستاذه امل. أتوجه لطلابي أيضا بالشكر المجتهدين اللي اجتهدوا وتفوقوا، وأخص بالذكر طالبة نور إياد أحمد، وأنا أحب أحييها لأن هي محددة هدفها من دلوقتي وعايزة تدرس إيكونومكس، ودي رسالة كويسة بقى، يعني عايز أعملها شير مع الطلاب، بالرغم أن هي ممكن تجيب درجة نهائية، إنما هي يعني محددة ومركزة هي عايزة تدرس إيه من الأول. فأرجو أن كل الطلاب يعني يتمسكوا بالحاجة اللي هم بيحبوها no matter what grades they get. بقية الطلاب المتفوقين عندنا في ثالثة ثانوي، طالبة نور تامر هلال، الطالبة سارة خالد محمد، الطالب زين مصطفى أحمد، الطالب عمر خالد أحمد، الطالبة آية محمد محمود، طالبة جنى مجدي إبراهيم. بالنسبة لتانية ثانوي عندنا مجموعة من الطلاب المتفوقين، طالب محمد خالد السيد، طالب مصطفى أحمد محمد، طالبة لوجي ناجي سعد، طالبة بسملة أحمد محمود، طالبة كنزي وائل محمد، طالبة رانسي حسام مصطفى، طالبة سما محمد خالد. وعندنا بالنسبة لأولى ثانوي مجموعة من المتفوقين، طالبة فرح هلال محمود، طالبة داليا عبد القادر وليد، الطالب عبد الرحمن طاهر مصطفى، الطالب سامح وحيد محمد، الطالب وائل أحمد إسماعيل، الطالبة ريتاج الدسوقي محمد. كرر شكري لإدارة البرنامج أحمد بن سعيد والأستاذ أمل وللطلبة المتفوقين، وأتمنى التفوق لكل طلابنا إن شاء الله. توفيق. أشكرك دكتور خالد، وألف مليون مبروك لكل طلابك الأعزاء. والآن مع تكريم طلاب مستر محمد جمال. الله وبركاته. طبعا برحب مستر احمد ومس امل، ودايما بنشكر حضرتك ان انت دايما يعني مدعم للطلبه الممتازين والمتفوقين على مستوى الجمهوريه. طبعا طبعا حابب اوصل رساله لسنه ثالثه، طبعا ان احنا التكريم ده بندعمك في الفتره اللي جايه، لان احنا داخلين طبعا على ايه، على فتره مهمه، فدي طبعا احنا لسه ما عملناش اي حاجه، بس ايه نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون في اخر السنه بنكرمكم انتوا وصلتوا لايه للكليات اللي انتوا تتمنوها. طبعا حابب اكرم الطالب يوسف علي رشدي، عمرو مجدي سلطان، طالب بيتر عزت،
عائشة محمد عبد العظيم، نورهان شعبان، فيرونيا سعيد، دينا سرحان يوسف، ألاء محمد دسوجي، نرمين أرنست، عمر أحمد عبد العزيز، أحمد محمد عبد الفتاح، طالب يوسف صفوت، محمد زين ربيعي، يوسف محمد إبراهيم، عبد المنعم حميدة، آية راضي، يوسف بطرس، محمود نور فوزي، حسين أحمد محمد، مينا عادل، شعبان رفعت شعبان، محمد يحيى، عمر أحمد جاد، محمود جمعة محمد، طالب عبد الرحمن شريف، جابر أحمد جابر، محمد مصطفى، محمد علي حسن، علي زكي، عرفة رمضان، مصطفى ياسر، يوسف علي رمضان، طالب هشام رجب علي، رضا مختار أحمد، طالب يوسف القمص، طالب محمد صبري عبده. وطبعا بنقول للناس اللي هي ما تكرمتش الشهر ده ان شاء الله هنشد حنا الفترة اللي جاية وهنكرمك في الامتحان الشامل اللي جاي ان شاء الله. كل الناس طبعا بتمنى للناس كلها التوفيق، وانا سعيد طبعا مع حضراتكم والسادة الزملاء الافاضل. شكرا مستر احمد. شكرا مستر محمد، الف مبروك والف مليون مبروك لكل طلابك الاعزاء. والان مع تكريم طلاب مستر محمد عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بقدم الشكر للدعوة الدايمة لنا من برنامج مدرس على الهوى تحت قيادة الأستاذ مستر أحمد السعيد وجميع العاملين في البرنامج سواء أمام الكاميرات أو خلف الكاميرات. ثانيا بقدم التحية لكل أساتذتي اللي موجودين معنا في الاستديو وأساتذة جمهورية مصر العربية كلها. ثالثا بقدم التهنئة لكل أولياء الأمور وجميع طلبة جمهورية مصر العربية في جميع مراحل التعليم المختلفة على نجاحهم في الفصل الدراسي الأول. طبعا وأتشرف إن احنا نكرم النهاردة بعض طلابنا المتميزين والبقية تأتي إن شاء الله. طبعا أتقدم بمنح الشهادة للطالبة زينب هشام خالد، الطالبة بسملة وائل محمد أحمد، الطالبة مي نادر خالد، الطالب أحمد سيف الدين رزق، الطالبة سما تامر جلال، الطالبة شهد السيد عبد الحميد، الطالبة أماني محمد عبد الحافظ، الطالبة إيمان شعبان أحمد، الطالب هاني رضا حسن محمد، الطالبة ملك البطل أحمد محمود، الطالب كريم عرفات عبد العزيز عبد العزيز، الطالبة عزة أحمد محمد عبد الجليل، الطالبة حنين خالد أحمد السيد، الطالبة جنى وليد محمد علي بحيري، الطالبة صحر حسن محمد جمال، الطالبة شهد محمد سيد أحمد إبراهيم، الطالبة ملك محمود عبد الحميد أبو هاشم، الطالبة حبيبة محمد جودة، الطالب جميل جودة جميل، الطالب عبد الله محمد أحمد عبدو، الطالب علي صلاح علي عبد ربه، الطالبة فلوسية محمد متولي محمد، الطالبة ملك فؤاد محمد فؤاد، الطالبة آية عليوة أنور عليوة، الطالب حمادة علاء علي عبد الغفار، الطالب محمد أحمد شحاتة عبد الله، الطالبة إيمان مجدي عبد المنعم أمين. وطبعا بنقول لجميع الطلبة احلم اجتهد لتحقيق الحلم. شكرا مستر أحمد، ألف مبروك. شكرا مستر محمد وألف مليون مبروك لكل طلابك الأعزاء. والآن مع تكريم طلاب ميسيو هيثم عمر. مستر احمد، كل الشكر والتقدير لحضرتك ومس امل على دعمكم للطلبه، وان
ان شاء الله النهارده هنكرم عدد كبير من طلبتنا. طبعا دول ان شاء الله مش اخر حاجه. اولا نبدا بالطالب محمود عصام البدري، الطالبه روان فتحي مصطفى، الطالبه ولاء محمد احمد، الطالب حماده محمد حماده، الطالبه نورهان حموده علي، الطالبه ملك محمد فهمي، الطالبه نور احمد، الطالبه حبيبه مجدي، الطالبه ملك وائل، الطالبه روان حمدان مروان حماده حمدان، الطالبه مها منصور عبد المنعم، الطالب مصطفى ايمن، الطالبه يارا محمود ناصر، وان شاء الله يارا ربنا كده يكرمك ونشوفك دكتوره السنه دي كده ان شاء الله، الطالبه هيلانا صفوت، الطالبه ساره ايميل ميخائيل، الطالبه شهد طارق، وان شاء الله يا شهد كده ربنا يكرمك ونشوفك دكتوره السنه دي كده ان شاء الله، الطالبه دعاء حسن، الطالبه ندى السيد عسكر، الطالبه حسناء علي رزق، الطالبه اسماء احمد علي، الطالب احمد فتحي، الطالب يوسف قريشي، الطالب ابراهيم ابو شامه، الطالبه اسراء الليسي، الطالب محمود ادري، الطالبه رحمه عصام، الطالبه ندى احمد، الطالب محمد بركات، الطالبه بسنت ربيع، الطالب هشام عبد الحميد، الطالبه شهد رمضان، الطالبه منة الله حاتم، الطالب احمد فتوح، الطالب محمود احمد فاروق، الطالب اسلام حماده، الطالب بافلي رميس، الطالب عبد الرحمن حسن، الطالب احمد حماده، الطالبه نورهان السيد محمد، الطالبه فاطمه عبد الرحمن احمد، الطالب علي حسين ابو طالب، الطالب محمد بهاء، الطالب كريم حسن، الطالبه منة الله شام، الطالب بيشوي سامي ابراهيم. كل الشكر وتقدير لحضرتك ولاداره البرنامج. شكرا استاذ هيثم، والف مليون مبروك لكل طلابك الاعزاء. والان مع طلاب تكريم طلاب مستر ميسيو عاطف قاسم. اتفضل يا ميسيو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بك يا مستر احمد وبالاستاذه امل، وتحيه كبيره قوي لاداره البرنامج على المجهود اللي هي بتقوم به من دعم وتقديم مساعده للطلبه دي حتى لو كانت مساعده معنويه. طبعا انا سعيد جدا بوجودي معاكم، تمام، وسعيد جدا بوجودي بين اعظم والمع كوكبه من الساده المدرسين على مستوى الجمهوريه، وسعيد جدا المره الثالثه ان انا اكرم بعض من طلابنا، تمام، نظير من المجهود الكبير اللي بذلوه ونظير كمان للجهد اللي هم بيبذلوه، ونتمنى من الله ان ربنا يكرمهم ويوفقهم ويدخلهم احسن كليات ان شاء الله. طبعا بداية هنكرم الطالب المتميز احمد محمد عدلي، وربنا يوفقه كده ان شاء الله. الطالبة المتميزة اشراقة احمد فايز، عندي بعد كده الطالبة المتميزة امير عاطف قاسم، عندي بعد كده الطالب المتميز عبد الرحمن صلاح محمد صديق، عندي بعد كده الطالبة المتميزة هند فايز عيد علي، عندي بعد كده الطالب المتميز أحمد حسن عبد العظيم زين، عندي الطالبة المتميزة آيات حسن صابر، عندي الطالب المتميز أحمد جميل فؤاد فتح الباب، عندي الطالبة المتميزة شيماء بيوم عبد الله، عندي بعد كده الطالب المتميز عبد الرحمن حسن سالم، الطالبة المتميزة أميرة جمال خميس، عندي الطالب المتميز مروان عبد الوهاب عطية، عندي الطالبة المتميزة روان محمود إبراهيم، عندي الطالب المتميز محمد رضا طيب فايز، عندي الطالبة المتميزة زينب أحمد محمد حسين، عندي الطالب المتميز عاصم أحمد حسني، عندي الطالبة المتميزة مروة مجدي جابر، عندي الطالب المتميز حسن محمد حسن مصطفى، عندي الطالبة المتميزة منة مجدي جلال، عندي الطالب المتميز زياد حجاج علي خليفة. طبعا كل الشكر والتقدير لطلابنا الكرام، كل الشكر والتقدير لإدارة البرنامج، كل الشكر والتقدير لمستر أحمد السعيد والأستاذ عمل، كل الشكر والتقدير للعاملين في القناة، كل الشكر والتقدير لطلابنا الكرام مرة
الثانية على ما بذلوه من مجهود، ونتمنى من الله أن ربنا يكرمهم جميعا وربنا يوفقهم في السنوات القادمة إن شاء الله. أشكرك يا سي عاطف، أشكرك وألف مليون مبروك لكل طلابك الأعزاء. وأخيرا مسك الختام مع تكريم طلاب أستاذ اللغة العربية الكبير مستر أحمد منصور رضوان، تفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الذي علم بالقلم. بسم الله الذي رفع من شأن العلم والعلماء. دعونا بداية نوجه الشكر لرائد البرامج التعليمية الأستاذ أحمد السعيد والفاضلة الأستاذة أمل عبد الحميد، كما أرحب بكوكبة من علماء التربية والتعليم فلهم مني كل الشكر والتقدير، أهلا بحضرتكم. كما أوجه الشكر لكل القائمين على العمل بقناة الصحة والجمال وكل المؤسسات التعليمية التي تسعى دائما لتقديم محتوى أفضل وهادف من أجل بناء وطن قادر على المنافسة والصمود. أبنائي، من حقكم نتيجة تفوقكم واجتهادكم في اللغة العربية أن نردد سويا أجيال وراء أجيال بتنجح على شرحنا، واللي نذاكر اليوم هيرفع من شأننا، جايز مذاكرة يوم تحرمنا يوم، إنما يقدر شعاع الأمل يوصل لأبعد سلم لأبعد سماء داخل منا مع طلابنا بنحقق المستحيل. النهاردة بنكرم مجموعة من الطلاب المتميزين، الطالب محمد عبد العزيز، الطالب أبو بكر خالد أبو بكر، الطالب محمود محمد محمود هيكل، الطالب يوسف عاطف أبو سريع، الطالب مصطفى أحمد حسين. ويمكن مصطفى من الناس القليلة اللي ليها مني كتير من الاحترام والتقدير، طالب خدمات لكنه قدر يطلع الأول على قدرته التعليمية ويحقق مستوى ما حققهوش كتير من الطلبة النظميين، الطالب محمود السيد الشيمي، الطالب عبد الرحمن عبد الستار جمعة، الطالبة المتميزة مروة فودة عبد الله، الطالبة سلمى منتصر محمد، الطالبة إيمان محمود فهمي، الطالبة روتانا محمود محمد، الطالبة لمياء أحمد محمد سيد منصور، الطالبة مي لطفي محمد علي، طالبة ياسمين وسام عادل إمام، الطالبة هاجر إيهاب محمد السيد، الطالبة هاجر محمد زايد، الطالبة هنا أيمن شعبان، الطالبة هاجر محمد بدوي، الطالبة ندى محمد شوقي، الطالبة هبة رمضان عبد القوي، الطالبة سلمى محمود عبد الحفيظ، الطالبة جنة الله محمد فارس، الطالبة مريم حسن علي حسن، الطالبة ملك علاء إمام، الطالبة روان محمد حسن، الطالبة بسملة أحمد محمد سيد منصور، الطالب محمود محمد زكي، الطالب ياسين سعيد ياسين، الطالب ياسين جمال حمدي، الطالب يوسف شمندي عماد، الطالب محمد عبد الله سيد، الطالب كريم عامر أحمد، الطالب عبد الرحمن ممدوح إبراهيم، الطالب أحمد محمد الزناتي، طالبة ملك مصطفى أحمد عوض، طالبة شهد خالد محمد، طالبة ملك حسام علي، الطالبة مريم هشام محمد، الطالبة أسيل محمد نبوي، الطالبة روان محمود حسني، الطالبة بسملة أحمد خضير،
الطالبة مارتينا أيمن كامل، الطالبة شهد سامي محمد عبد الكامل، الطالبة سلسبيل محمد الطوخي المشتولي، الطالبة رحمة رضا فاروق محمد، الطالبة نهى مدحت محمد عبد العظيم، الطالبة شمس عبد العزيز محمد، طالبة مريم محمد فؤاد، الطالبة شهد عدلي، الطالبة فاطمة إبراهيم شلبي، الطالبة ملك عمرو، الطالب محمد جمال يونس عبد الجيد. مبدعات والمتفوقات: الطالبة منار محسن ربيع محمد، الطالبة واتين عرفان سامي عبد الفضيل، الطالبة هنا هاني حسين محمد، الطالبة شهد عبد الفتاح عثمان الحاج، الطالبة وعد إيهاب حسن عيسى، وأخيرا الطالبة خلود كرم حافظ محمد. في الختام أتمنى التوفيق للجميع. تقدموا بأسمى معاني العرفان والاحترام لكل الزملاء الأفاضل ولإدارة البرنامج. كل عام وحضراتكم بخير. شكرا. مبروك لكل طلابنا. أشكرك أستاذ أحمد، وألف مليون مبروك لكل طلابك. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أعزائي المدرسين الأفاضل اللي بيتابعونا دلوقتي وكل المشاهدين، استنونا بعد الفاصل والفقرة اللي معتمدة على السسبنس، هنشوفها كده مع بعض. رجعنا لكم بعد الفاصل، والفقره زي ما قلنا مع بعض كلها معتمده على السسبنس. دي الفقره اللي الخاصه بالسحب العشوائي على بعض الجوائز الماليه، على بعض الجوائز الماليه. هيكون معنا ان شاء الله النهارده 5 جوائز ماليه، كل قيمه جائزه عباره عن 500 جنيه هتبقى للطالب صاحب الحظ. زي ما تعودنا كل مره احنا بنختار شخص بشكل عشوائي بيجي يختار معانا الطلبة، عشان ما يبقاش فيه أي نوع من تدخل للمدرسين اللي معانا، فهنطلب الأستاذ حسن هاشم معانا في فريق الإعداد، هيتفضل. أهلاً بيك أستاذ حسن، اتفضل هنا. أنا هقول لك بعض الأسماء المدرسين وهتختار رقم بشكل إيه؟ بشكل عشوائي. مستر أحمد منصور، اختار رقم من 1 لحد كام؟ 53 سوري. ما تبصش في الورق. 50 اوكي ماشي. مستر محمد جمال، اختار رقم من 1 ل 36. 20. مستر عاطف قاسم، اختار رقم من 1 لحد 20. 15. مستر محمد عبد اللطيف، اختار رقم من 1 لحد 27. 12. اوكي. مستر سوري مسيو هيثم عمر، اختار رقم من 1 لحد 45. 1. جميل. دكتور خالد ليالي، اختار رقم من 1 لحد 20. 18. اتس اوكي. مستر محمد سيد، رقم من 1 لحد 20. 20. اوكي. مستر نبيل بكير، من 1 لحد 20. 5. اتس اوكي. مستر رمضان التركي، من 1 لحد 25. 19. اتس اوكي. مستر خالد عبد الهادي، من 1 لحد 40. 35. جميل. مستر محمد البساطي، من 1 لحد 28.
27. اوكي نشكرك يا مستر حسن، نورتنا. نكمل الفقره بتاعتنا كده. مستر حسن اختار بشكل عشوائي طالب من لكل مدرس من اللي موجودين معنا في الايه في الحلقه. دلوقتي الفقره الاخيره بتاعتنا معتمده على، احنا معانا يعتبر دلوقتي في الحلقه 10 مدرسين، وفي مستر محمد البساطي كان المفروض يبقى موجود في الحلقه بس اعتذر لظرف طارئ، يعني احنا 11 مدرس. ال 11 مدرس دول كل واحد هيساهم ب 200 جنيه على الهوا. تمام؟ ال 11 مدرس في 200 هيعملوا معانا كام؟ كام؟ في محدش راضي معانا؟ معترضين على الفلوس. 2200. جميل؟ تمام 2200. إدارة البرنامج أكملهم 2500 بحيث يبقوا خمس جوائز، كل جائزة عبارة عن 500 إيه؟ 500 جنيه. جميل؟ طيب نطلب بقى مستر نبيل بكير يجي يسحب لنا ورقة. طبعًا زي ما قلت لكم دول إحنا معانا كام؟ 11 ورقة. آخر خمس ورقات في الدورة هم دول اللي هيفوزوا معانا. جميل؟ يعني اللي اسمه هيطلع ده كده يعتبر بره الإيه؟ بره الساحة. اتفضل يا مستر نبيل. امسك المايك بعد إذنك. جيب آخر ورقة تحت. أكيد رمضان التركي. ده حبيبي والله. مستر محمد جمال. مستر محمد جمال. هارد لك. هارد لك. مستر محمد جمال الأستاذ الرياضي الكبير. طبعًا هارد لك. جميل. أشكرك مستر رمضان. مستر نبيل سوري. طيب مستر خالد عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. بص بقى اللي يطلع ما يزعلش، يمكن اطلع نفسي يعني اللي يطلع ما يزعلش. ممكن. مستر احمد منصور. مستر احمد منصور استاذ اللغه العربيه الكبير. اقول لك هارد لك. مستر رمضان اتفضل. احسن مقدمه والله. مستر حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب الصندوق طبعا. بلاش مستر محمد البساطي. مستر محمد البساطي. هارد لك مستر محمد. نقول لك هارد لك. جميل. مستر محمد سيد اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هارد لك مستر خالد عبد الهادي. انا اسف والله. هارد لك مستر خالد استاذ اللغه الانجليزيه الكبير. دكتور خالد ليالي اتفضل. كملش السلسله يا دكتور. سوري مستر نبيل بكير. هارد لك مستر نبيل. هارد لك مستر نبيل. كده معانا ست. مستر محمد جمال اتفضل. مين اللي طلعك؟ مستر نبيل. بس انا كنت اطلعه هو طلع لوحده. ده حبيبي برضه مستر خالد ليالي. دكتور خالد ليالي. هارد لك مستر محمد. طبعا كده احنا معانا يعتبر اخر خمس ورقات في الدوره، دول المفروض الاسماء اللي هي فايزه معانا في الحلقه. كل طالب هيفوز بكام؟ ب 500 جنيه. ان شاء الله يعيد الورق ويوريه بعد اذنك استاذ امل. مستر محمد عبد اللطيف. نشوف مع بعض مين الفائز عند مستر محمد عبد اللطيف. مستر محمد عبد اللطيف الفائز عنده رقم 12 عزة احمد محمد عبد الجليل. مبروك يا عزة. عزة احمد محمد عبد الجليل فائزه بمبلغ قيمته 500 جنيه هتستلمها من مستر محمد عبد اللطيف. الف مبروك يا عزة. اوكي الورقه اللي بعديها بعد اذنك. مستر رمضان التركي. مستر رمضان التركي نشوف مين الفائز عند مستر رمضان التركي. الفائز عند مستر رمضان التركي الطالبة رقم 19 ملك أحمد. طالبة ملك أحمد. ألف مبروك يا ملك. ألف مليون مبروك للطالبة ملك أحمد. هتستلمي جائزة قيمتها 500 جنيه من مستر رمضان التركي. جميل. مستر محمد سيد. مستر محمد سيد.
مستر محمد سيد الطالب الفائز عنده رقم 20 يوسف مصطفى سيد. مبروك يا يوسف، الف مبروك. استلم مبلغ قيمته 500 جنيه اللي هي الجائزه المقدمه من البرنامج، هتستلمها من مستر محمد سيد. نسيو عاطف قاسم. نسيو عاطف. ميسيو عاطف قاسم الطالبة الفائزة عند ميسيو عاطف الطالبة زينب أحمد محمد حسين. ألف مبروك يا زينب، مبروك. ألف مبروك، وهتستلمي جائزة قيمتها 500 جنيه من ميسيو عاطف. وأخيراً أخيراً ميسيو هيثم عمر. ميسيو هيثم عمر. ميسيو هيثم عمر الطالب الفائز منه طبعا رقم واحد. اوكي، محمود عصام البدري. الف مبروك يا محمود. محمود عصام البدري، الف مليون مبروك، جائزه قيمتها 500 جنيه هتستلمها من ميسيو هيثم عمر. وبكده تنتهي الحلقه بتاعتنا يا جماعه. دعوة التكريم لاهم الطلبه المتفوقين لدى المدرسين بتوعنا على مستوى المحافظات. وزي ما قلنا قبل كده طبعا احنا كرمنا في بدايه الحلقه مجموعه من الطلاب كانت تحت عنوان اشطر طالب عند كل مدرس من مقدمي البرامج التعليميه، وبعدين كرمنا الطلاب المتفوقين لدى الاستاف اللي موجود معانا في الاستوديو حاليا. والطلبه الف مليون مبروك للطلبه اللي فازت معانا في الحلقه. عايز كلمه في نص دقيقه من كل مدرس من اساتذتنا اللي فاضل يوجهها للطلبه بتاعته، وخصوصا ان احنا يعتبر دلوقتي يعني في خلال تقريبا مثلا 3 شهور او حاجه زي كده هيبدا ماراثون الامتحانات. مستر نبيل بكير اتفضل. بقول للطلبه خلاص احنا في مرحله حرجه جدا جدا، شد حيلكم، مفيش يأس عشان تحقق حلمك. ليتس اول. اشكرك مستر نبيل. مستر خالد عبد الهادي. شكرا مستر احمد. طبعا بنقول للطلبه انت مفيش حاجه اسمها الوقت انتهى، تقدر تبدا من جديد، تبدا تقدر بقوه انك توصل لحلمك. ذاكر انك تبدا من دلوقتي، ده لسه عندك الوقت انك تتفوق وتحقق حلمك، وان شاء الله يبقى ربنا معك وتوصل للي انت عاوزه باذن الله. شكرا. شكرا مستر خالد. مستر رمضان التركي اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا بقول لكل طالب دلوقتي اجتهد واعمل اللي عليك، وما تبصش بقى لكليات القمه وكليات القاع. حقق هدفك فيما تحب، اللي تحبه خشه واتكل على الله، ربنا سبحانه وتعالى يوفقك وتحقق نجاحك ان شاء الله في المجال اللي انت تختاره. شكرا مستر احمد. شكرك مستر رمضان. دكتور خالد ديالي اتفضل. بشكر كل طلابنا اللي اجتهدوا واللي عملوا شغل كويس. keep up the good work، وان شاء الله كل واحد يحقق امنيته، كل واحد يتمسك بالحاجه اللي هو بيحبها. اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. اشكرك دكتور خالد. مستر محمد جمال اتفضل. طبعا بشكر كل الطلبه المتميزين، واتمنى ان احنا نكرمكم في اخر السنه وتكونوا وصلتوا لاهدافكم، ودايما يعني اعمل اللي عليك والباقي على ربنا ان شاء الله، وربنا يكرمكم ان شاء الله في اخر السنه باذن الله تعالى. شكرا. شكرا مستر محمد. مستر محمد سيد اتفضل. احب اقول للطلبه طبعا الطلبه والطالبات، as I said before, don't delay today's work until tomorrow, and I said that procrastination is the thief of time. يا جماعه نبدا من النهارده، نشد حيلنا وان شاء الله ربنا يكرم الجميع وتحقق اللي نفسك فيه باذن الله ان شاء الله. شكرك مستر محمد. مستر محمد عبد اللطيف اتفضل. ببارك مره ثانيه للطلبه بتوعنا، وبقول لك اجتهد، اشتغل كتير، حل كتير، الفتره قدامك ما تطنش خالص، رتب مواعيدك تاني كده ورتب الامور بالنسبه لك ان شاء الله بالتوفيق وتحقق حلمك ان شاء الله. شكرا مستر محمد. ميسيو عاطف قاسم اتفضل. طبعا بقول لكل الطلبه بتوعي تجتهدوا، ذاكروا، شدوا حيلكم، ربنا يوفقكم جميعا. لسه معاكم الوقت بدري، لسه الدنيا فيها خير ان شاء الله، واجتهد وتوكل على الله وان شاء الله ربنا هيكرمك باذن الله. وطول ما انت بتذاكر ربنا هيكرمك ان شاء الله. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل.
ونعم بالله. شكرا 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 استاذ مسيو هيثم عمر تفضل. كنا بنقول في أول السنة والثانوية عامة بتجري زي البرق وهجريت، بس برضو لسه في وقت، لسه في وقت ان احنا نقدر نبدأ من دلوقتي. مش مهم انك انت تدخل الكلية اللي في الوقت ده انت حاططها دلوقتي قدامك، لا ادخل الحاجة اللي انت حاببها، وان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم وان شاء الله خير بإذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جميسيو. واخيرا مستر أحمد منصور رضوان أستاذ اللغة العربية تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما وجهنا الشكر لأبنائنا الطلاب، أنا بوجه برضو الشكر لكل ولي أمر اجتهد على ابنه أو بنته. بشكر أولياء الأمور اللي عارفين يعني إيه تعليم ويعني إيه رسالة. بقول له أولادنا الطلاب احلم وصدق نفسك، هتوصل، لسه الدنيا بدري، مستقبل قدامك، حقق اللي انت عايزه. بالتوفيق للجميع. ألف مبروك لكل طلابنا. ألف ألف مبروك لكل طلابنا. وكلمة أخيرة في نص دقيقة للأستاذ أمل بتوجهها لكل طلاب الثانوية العامة. أحب أقول لكل طلابنا يجتهدوا، الفرصة لسه قدامهم، ربنا يكرمهم كده ويحققوا كل اللي هم عايزينه، وبالتوفيق بإذن الله. شكرا أستاذ أمل وتحياتي لكم جميعا. طبعا بقول كل ألف 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 مبروك لكل طلابنا اللي بيشاهدونا دلوقتي، ونستمر في التفوق بتاعنا، وإن شاء الله نتمنى إن احنا التكريم يستمر على مدار السنة، ونكرم طلابنا المتفوقين في آخر العام إن شاء الله لطلابنا، طلاب الاستاف اللي معانا في البرنامج. والف الف مليون مبروك مره تانية. شكرا لكم جميعا.